السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام. بعد ما كانت أمطار الخير في هذا الأسبوع جات الشميشة طلعت علينا الحمد لله على الرحمة ديال الله. وكيف ما كتشوفوا حنا الآن كنتواجدوا في جي اش 3 والأشغال على قدم وساق ديال البرونشمو ديال الماء. البرونشمو ديال الماء وصلت بواحد النسبة ديال 80 حتى 90%، وإن شاء الله الماء غادي يكون في العمارات كاملين في غضون ساعات قليلة. بالنسبة للماء إن شاء الله الأمور ديالو ناضية في السيكتور 3. كما كتشوفون البرونشمو مكتطلب شي عمل كبير أو شي مجهود كبير، الأشغال على قدم وساق والله يسخر الأمور. هنا العمارة رقم 2 وحدها العمارة رقم 3 و4 واقس على ذلك، وانتم كتشوفوا الأمور كيفاش غادا. يعني كيتحيدوا واحد 3 الحجرات بحال شكل البافي وكيخدموا الخدمة ديالهم وكيرجعوا الأمور وكتمشي الأمور مزيانة. هنا عندنا واحد الفضاء اللي خاص بالوليدات واللي فايت صورناه لكم، وكنحاولوا ما امكن اننا نقربوكم من كل جديد كاين في مشروع البساتين. الامور كتبشر بالخير، والناس اللي شافت الفيديوهات استبشرات الخير وقالت هادشي كيفرح وكاينين حويجات زوينين. الا انه كما كيسبق وكنقولها وغادي نعاودها، لازم من اننا نديروا اليد في اليد ونتحدوا باش نحافظوا على هذا المكسب هذا. لان كنهضروا على فضاء ديال الوليدات، خاصة فعلا يخرجوا الوليدات واحد النهار ويلقاو مازال هذا الفضاء كاين هنا. ما نبغيوش نشوفوا التخريب وما نبغيوش نشوفوا شي حويجات اللي ماشي هما هذوك، خاصة نحافظوا على هذا المكسب ونخليو الامور مزيانة. هنا عندنا واحد الملعب خاص للوليدات لكرة القدم واللي غادي يكون فيه واحد اللمسة وغادي ننقلوها لكم ان شاء الله في فيديو خاص. كما كتشوفوا هنايا البرونش مراداز تقريبا في العمارات كاملين ديال السيكتور 3، وهادشي راه كيبشر بالخير واللهم يسر يا رب، اللهم يسر. هذا هو الخبر الجديد الحصري للقاطيني دور الصفيح مدينة تمارة، الناس ديال السيكتور 3 دوار أهل الحارث وبن ناصر وسيدي محمد الشريف ولاد مطار الغربية. كما كنشوفوا البرونشمو كدوز هنايا تيو كيتبرونشا مع الراس اللي خارج من العمارة، والحمد لله العملية غادية على ما يرام. بالنسبة لآخر عملية ممكن تكون في جي اش 3 ولا جي اش 2 هي العملية ديال البرونشمو. الحمد لله الدورة دايز، الأمور غادا مزيان، الله يسخر الجميع. في انتظار إن شاء الله انطلاق عملية الهدم اللي من المحتمل تكون إن شاء الله يا ورا رمضان يا حتى لنهاية العطلة. إلى هنا متتبعينا الكرام من قلب مشروع البساتين جي اش 3، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.